المشاهير والفنانون العرب يجدون أنفسهم تحت مجهر الجمهور، وذلك بعدما تعاون الفنان المصري تامر حسني مع الهلال الأحمر في بلاده لدعم جهود الإغاثة في فلسطين، ما فتح أعين متابعي الفنانين للمقارنة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت موجة غضب بعدة دول عربية، وذلك تجاه مشاهير ونجوم لم يتفاعلوا مع الشعب الفلسطيني، حيث قام الجمهور بنشر حملات لإلغاء متابعتهم. بعض النجوم والمشاهير تداركوا الأمر عبر اتخاذ خطوة سريعة لتفادي غضب الجمهور، فبعد الصمت المطبق لمحمد صلاح وحملات الهجوم عليه، تم الإعلان عن تبرع نجم الكرة المصري ب100 مليون جنيه لأهالي غزة. أما الفنان محمد رمضان فأعلن اعتذاره للجمهور بسبب استمرار حفلاته، قائلاً إنه لا يستطيع الانقطاع عن عمله نظراً لالتزامه بعقود مع شركات عالمية، فيما أكد النجم المصري أنه يعمل منذ 3 أيام على إرسال المعونات اللازمة لفلسطين.